بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وصحبه أجمعين. الأحكام التي جاءت بها السنة أو أحكامانيك السنة فيها تو يعني سنة يناوني. النوع الأول أحكام موافقة لأحكام القرآن ومؤكدة لها، ومن هذا النوع النهي عن عقوق الوالدين وعن شهادة الزور وقتل النفس ونحو ذلك. النوع أول أو أحكامانيك سنة يناونيتي أو أحكامانا كلقل أحكام القرآن موافق تأكيدي أحكام القرآن كان أكن دوفاتي أكن لم نوعي نهي لخرابون لقل ذلك باوكا، نهي لشهادة درون، نهي لقتل كتك بناهكو اشتي لم بابتانك وكل آياتات ولحديث شهاتو. النوع الثاني مبينة لمعاني القرآن ومفصلة لمجمله. نوع الدوهم أو أحكاماني كسنة يناوني بيان قري معاني قرآن وتفصيل قري مجملك كلا قرآن بمجملها توام تفصيل ذا. مثلا من ذلك السنة التي بينت مناسك الحج، أو سنتاني كبيان مناسك حجك على قرآن بحثي حج كراوة حج كان حج فرزة يتر بحثي أول شون حج أنجام بدن اشتكي زور كمي مقر بحث كراوة خودي في غمري خواه صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم لمنو مناسكي خوتان وربقرن، يا نصاب الزكاة رادي الزكاة لقرآن ديارين كرا ومقدار كي ديارين كرا ومقدار ما يقطع فيه السارق ونحو ذلك. مقدار أو إلا كنيكا دتي دز أبره دتي دز فرمية السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. بلام سنة دياري كردوا ك كنيك بدزي ولا كوا بدزي دتي أبره ولا كويشا دتي أبره، ما سنة بيانك. النوع الثالث قد تأتي السنة بأحكام مقيدة لمطلق القرآن أو مخصصة لعامه كما سيأتي بيان ذلك في محله. نوع السهم هند جار سنة أحكام قلي جنيك مطلق قرآن تقيدك يا عام قرآن تخصيصك وكو لشويني خويا باسكري. النوع الرابع حكم سكت عنه القرآن وجاءت به السنة. نوع شوارم حكمك القرآن أصلا لي بيدنا برام سنة هنايتي، لأن السنة مستقلة بتشريع الأحكام وإنها كالقرآن في هذا الباب. شنك السنة سربخو أتواني أحكام تشريعكات وسنة وكو قرآن واتاني لنبابا. دل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم دلالة رأوكا كالسنة أحكامي تشريع أحكامي في أكريب فرمدي في غمري خواه صلى الله عليه وسلم خواه لسربي ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. أفرميت أقداربا كمن قرآن في دراوو وكو قرآنش بأن هذا القرآن يجلق القرآن، يعني في غمري خواه صلى الله عليه وسلم أو أن أحكام جازي تشريع أحكام في دراوة كبقي القرآن تشريع أحكامك. أي أوتيت القرآن وأوتيت مثله من السنة التي يعني لم ينطق بها القرآن، يعني القرآن في دراوة وبوقو قرآن السنة يكون في دراوة كقرآن نيفرمو. وأمثلة هذا النوع كثيرة، مثال كان أم نوعش زورة، منها تحريم الحمر الأهلية يكلوان حرام بوني ولاخي مالية كري مالي جنا كري كيوي هر أخري وشتي، وأكل كل ذي ناب من السباع ياخوار دني هر حيوانك كلبي هبه درندهك غوشخورو كلب دار بي فيشش كين بيت غوشتكي ناخري، ومخلب من الطير وهر بالندهك كتشني ببه تشني تيجي ببه غوشتي بي بخوات وكو حلو او بابتانا او انا كغوش ناخره. وكل حكمي بشاهد ويمين يا حكم بشاهد سوينك اما فرمودي في غمر عليه الصلاة والسلام. وجواز الرهن في الحضر واواك لا ظاهر معنى الحضر او ثاني يعني لا نشتجيشا، يعني انسان اجر سفري جنبيات واني الرهن داوابك يا الرهن دابني. ووجوب الدية على العاقلة وفرميتي خوين بعض خوين خوين اجر كتي قتلي عن ديكات خوي ابي ديكي با يا اكوزيتو يا ديكي خوي ابا بلا خوي ايدا بلا اجر قتلي خطأي كرد ديكات سكاري ايدا خذ مكاني. وميراث الجدة ونحو ذلك يا ننك كان ميراد ابا في غمري خاصة صلى الله عليه وسلم بياني كردوش دينا بابتا نزور. دلالة السنة على الاحكام شونيتي دلالة السنة لتر احكام. قلنا إن السنة من حيث ورودها قد تكون قطعية كما في السنة المتواترة وقد تكون ظنية. وثمان سنة لبابتي وارد هناك يوهندجار قطعية وكو سنة متواتر
عند جاري ظني كوكو سنتي سنتي غير متواتر كما في السنة غير في غير السنة المتواترة إلى غير السنة المتواترة دليل سنة ظنية أي سنة الأحاد وسنة المشهورة ما بس بسنة غير متواتر سنة أحاد سنة مشهورة. وأما من جهة دلالتها على الأحكام فقد تكون ظنية أو قطعية. أما لجهة دلالتها على الأحكام جاري واهي سنة دليل ظنية جاري واهي دلالتي سنة كالسر أحكام جاري واهي ظنية جاري واهي قطعية فهي كالقرآن من هذه الجهة لمس جهة وأجوك قرآن واتاني. وتكون الدلالة ظنية إذا كان اللفظ يحتمل أكثر من معنى دلالتي حديث يا قرآني ظني أبي أجر لفظك شهن معنى زيادة شهن معنى كالقر أي يحتمل التأويل احتمال تأويله مثلا فمن القطعية لو سنتاني كقطعية وإتر غيري أو معنى خويا هل ناقريت قوله عليه الصلاة والسلام في خمس من الإبلي شاتن أفرمي بينج دانا وشتر أجر إنسان بوي يقمر لزكاة هذا فلفظ خمسين يدل دلالة قطعية على معناه ولا يحتمل غيره كلمة خمس دلالتي قطعية المعنى كي هي وغير أوها الناقرة فيثبت الحكم لمدلول هذا اللفظ حكمك بو مدلول أم لفظ ثابت به وهو وجوب إخراج شات زكاة عن هذا المال يا زكاة عن هذا المال كي واجبوني خارج كدني مريك بو الزكاة أما لك بريتي لا بينجوشتر. ومن الظنية الأحاديث كدلالتي لحكمك الظنية قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب أفرمين نواجنية إلا بفاتحة الكتاب نبي مبادر فاتحة الكتاب سورة فاتحة آيان شيء نواجنية يعني نواج كاملنية يعني نواج جائزنية احتمالات زورها فهذا الحديث يحتمل التأويل أم حديث احتمال تأويله فيجوز أن يحمل على أن الصلاة لا تكون صحيحة مجزية إلا بفاتحة الكتاب أكريت حملي لتلا وبكري كالنواش صحيح مجزينية كافي هرنية إلا أبيس فاتحة أبكري ويحتمل أن يكون المراد أن الصلاة الكاملة لا تكون إلا بفاتحة الكتاب أكريت معناه شيء أوبه صلاة كامل زور تواو نابي إلا بفاتحة الكتاب نابي أجينا فاتحة الكتاب شيتيانا خويني نواجهها الدروس برام كاملني وبالتأويل الأولي أخذ الجمهور جمهور تأويلي أولا اعتبار كردوا كشافعي يجدتر أولا كعتمن أبي فاتحة الكتاب خويني وبالتأويل الثاني أخذ الحنفية برام حنفية بتأويل دوهم أخذيان كردوا وأقر فاتحة نخوين نواجه بلاي حنفية كانوا سورة تبخوين جائزة صلى الله عليه وسلم.